أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نرحب بكل من يتابعنا عبر القناة الإخبارية الأولى في الجزائر. طبعا نواصل بقية أخبارنا. تقربت عدسة كاميرا تلفزيون النهار من نواب البرلمان للاستفسار عن كم من مرة تدخل النائب البرلماني واستغل نفوذه لاسترجاع رخصة السياقة. نتعرف على الإجابة في سياق تقرير هشام شريف. طلب وساطة تحت مسمى المعرفة لاسترجاع رخصة السياقة تحول إلى هاجس لدى الجزائريين مهما كانت مكانتهم الاجتماعية. لكن ماذا عن نواب الشعب الذين ينسون القوانين؟ كم من مرة تدخل النائب باستعمال نفوذه لاسترجاع رخصة السياقة؟ الأستاذ الحبيب السنوسي المدعو فوغلو مستغانم، أستاذ جامعي متخصص في حقوق الإنسان. السيف وغلو السنوسي، شحال من واحد انترفونيت عليه باش تجيب له البير؟ وراح نحلو بالحلو، حاب يخليني إياه. إيش بيك يا راجل؟ وش كاين؟ أنا أكاديمي نقدر الفكر ونقدر العلم. لازمكم تعرفوا على من تنتخبوا. أنا أكاديمي نقدر الفكر ونقدر العلم. على خاطر إحنا إذا عهدناكم رانا نوفيوكم. أنا متشبت بفكرة درستها في المعهد الوطني للقضاء لما كنت طالب من قاضين في 99. دائما استند الى مبدا التحفظ. وشكرا. والله العظيم يدوخني هذا الانسان هذا. شحال من واحد انترفينيت عليه وجبت له بي؟ ما نجيبش نحسب العدد لان هذه اصبحت عملنا اليومي. حاب يخليني اياه. تحب تعاون وتجيب البرميل؟ ماذا بيا وانا شكون اللي ما يحبش يعاون؟ انا لو كان نسب دائما نعاون من تكون الامور ميسره. نعم هذا هو عمي عواد، جاب البرميات للناس. شحال من واحد نحاول برمي، كي تحتاج برمي يجي عند عمي عواد. يا اخي كي يكون على مظلوم او يكون خاطئ في حقه او كبير. اليوم نروحوا لعند نائب لابس عباءة حزب المعارضة واسمه عبد العزيز بالقيد. سي عبد العزيز، سؤال فقط لتلفزيون النهار، شحال من واحد نهار خافوا منها؟ احنا قال لك سي عبد العزيز النهار خافوا منها. سي عبد العزيز سؤال، شحال من واحد انترفينيت عليه ونحيت له وجبت له؟ وي 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 بون كيستيون. هذه انا ما انا هذه القضيه ما ننترفينيش فيها. علاش ما ننترفينيش فيها؟ لان هذه مخالفه للقانون. واحد كي نحيو له بيرمي في بويرة اسك تنترفيني عليه ولا لا؟ علاش؟ مخالفة قانونية ولازم يتعظ باه نهار اخر ما يزيدش يدير مخالفة. بيناتنا برك والله ما نترفين. راه يكذب ويخرط ويزيد ونعرف اللي يحب. تبعوا معنا مع يوسف خبابة اللي اليوم راه لابس عباءة حزب المعارضة، راح يسقسيوه ونقولوا له يا سي يوسف شحال من واحد انترفينيت عليه وجبت له؟ والله يعني بكل صراحة هذه مشكلة أرقت الكثير من النواب. أنا ما عنديش عدد، ولكن صراحة يعني عملنا محاولات خاصة لبعض الحالات الاستثنائية عندما واحد مريض مثلا. تمر بالكبدة تتنفخ، وإذا تنفخت الكبدة واش يوقع؟ يوقع لي كثير ولي كثير. وش هي الجونيس والجونوس السنية تصفي راسي. بارك الله فيك. في حالات استثنائية الحصة تاع المرضى تلقاوها عند سي يوسف. شحال من بيرمي جبتوا له واحد؟ كل صراحة والله نقول لك لا زعيم. ايه بصح شوخ ولا غدرتها درتها على المضضه. هي في الحقيقه افترض يفو كوندون ليكزومبل، بس انا ما نكذبش على روحي ولا غرجت بزاف. شنو هي ولا غرجت بزاف؟ ها ولا غرجت بزاف رزق بيا. دي فوا يجي كان فيو يقول لك نخدم البيرمي، واحد يقول لك انا نجيب ولادي به، واحد مي بون بينا هاك هاك هاك. ولكن نقولها لك صالح العباره، ولا غير يفترض ما يحرجونيش المواطن، لانه هذا لازم احنا اون ليكزومبل في تطبيق القانون. انا في التصور تاعي. بارك الله فيك. اللي راكم تجيو للسي عثماني قال لكم ولا غير وليتوا تحرجوني، افهموا رواحكم شويه.